السلام عليكم، مرحبا يا صبايا ويا شباب. اليوم هو احتفال تعمله مدينة وينزر ومدينة ديترويت. هذا الاحتفال هو بكندا داي، الاحتفال بكندا داي بعيد الوطني لكندا، وبنفس الوقت بالعيد الوطني لأمريكا. هلأ طبعا هن شو بيساووا، بيتفقوا على يوم معين، مو من الضروري لا يكون بهذا العيد ولا يكون بهذا العيد، يعني بيكون بيناتهم يعني انه يوم معين مشان يعملوا فيه العاب ناريه. طبعا الالعاب الناريه اللي بيعملوها بهاليوم هاد هي من اكبر الالعاب الناريه على مستوى العالم ومن اجملها. طبعا راح نصور لكم اياها ونورجيكم اياها. طبعا للمعلومه اهل وينزر كلها، كل اهل وينزر بتنزل على ريفر سايد على نهر ديترويت مشان يتفرجوا على هاي الالعاب ويصوروها، حتى بيجوا من غير مدن احيانا. طبعا كثير يعني ما بعرف اذا باين معكم، باين معكم الناس كيف رايحه على الريفر. هي راح تبلش في خلال يعني دقائق الالعاب الناريه، راح نصور لكم اياها. يلا خلينا نشوف. So guys, what are we going to end it with? Disco!
يوتا بعد ما فتحتها شوية الألعاب النارية يعني هذا اليوم يعتبر من أكثر أيام وينزل يعني زحمة بالداونتاون على الأطلاق. يعني شايفين تقريبا يعني غالبية أهل وينزل منزلين اليوم على الريفرسايد والداونتاون عشان ألعاب النارية. يالله بدنا نقول لكم السلام عليكم.